الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس فقه البيوع. في هذا الدرس سنواصل كلامنا عن الخيار في البيع، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم عن خيار الغبن وخيار العيب والتدليس. كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن خيار المجلس وكذلك خيار الشرط، والآن إن شاء الله سنتكلم عن خيار الغبن. الغبن هو الخديعة في البيع، بحيث يشتري الإنسان مثلا سلعة ب1000 دولار مثلا، وهي لا تساوي في السوق إلا 200 دولار أو 300 دولار، هذا غبن. أو مثلا يبيع إنسان سلعة، ليس فقط في الشراء فكذلك في البيع، يبيع إنسان سلعة، يضحك عليه إنسان، سلعة قيمتها مثلا 5000 دولار، ويأتيه رجل يعرف الأسعار فيقول له أن هذه السلعة لا تساوي إلا مثلا 2000 دولار، فيبيعها هذا الإنسان ويغبن في هذه السلعة ولا يأخذ عليها السعر الذي تستحقه هذه السلعة، فهذا هو الغبن. ويثبت للمشتري أو للبائع الخيار إذا غبن في السعر أو حتى في وصف المبيع، مثلا إنسان يصف شيء للمشتري بأنه فيه كذا وكذا وفيه أشياء، مثلا يريد أن يشتري سيارة فيصفها له بصفات يعني ليست في السيارة، وبعد ذلك لما يشتري هذا المشتري يجد أنه قد غرر به وأنه قد يعني اشترى شيئا بخلاف ما وصف له، هنا أعطاه الشارع حق الخيار ورد هذه السلعة. طيب متى يثبت خيار الغبن؟ يعني ما هو الغبن المعتبر الذي له الخيار؟ قال أهل العلم: كل ما عده الجار في عرفهم غبنا فهو غبن، يعني كل ما يعتبره التجار الحاذقون يعتبره غبنا فهذا يعتبر غبنا، أما الشيء اليسير يعني يتسامح فيه لأن هذه من الأشياء يعني التي يتسامح فيها الناس. من أمثلة خيار الغبن أيها الإخوة ما ذكرناه في الدروس السابقة: تلقي الركبان، وبيع النجس، وتصرية اللبن في ضرع البهيمة، وبيع المسترسل. لو تذكرون، بيع المسترسل هو الجاهل بقيمة السلعة وهو الإنسان الذي لا يحسن المماكسة، فهذا يسمونه المسترسل، فهؤلاء كلهم يعني يثبت لهم حق خيار الغبن. النوع الرابع من أنواع خيار البيع هو خيار التدليس، والتدليس في اللغة مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة، وأما في البيع فهو إظهار السلعة المعيبة بمظهر السليمة دون الإخبار بما فيها من العيوب. والتدليس نوعان: النوع الأول هو كتمان عيب السلعة، يعني تكون السلعة معيبة ويكتم هذا البائع هذا العيب عن المشتري. والنوع الثاني وهو أن يزوق وينمق السلعة بما يزيد في ثمنها، هذا هو التدليس. طيب، ما هو الضابط في التدليس؟ الضابط في التدليس هو التدليس الذي يزيد في القيمة، يزيد في ثمن السلعة، أما التدليس الذي لا يؤثر فلا يثبت فيه الخيار، لكن التدليس الذي يزيد به ثمن وتزيد به القيمة هذا يثبت فيه للمشتري أو للبائع، يثبت له خيار التدليس. ومثال من الواقع المعاصر، مثلا لو أن إنسان اشترى سيارة بها عيوب فأخفاها عنه هذا البائع، فهذا يعتبر نوع من أنواع التدليس وللمشتري الحق في رد السيارة، ويعني القياس يكون على هذا. النوع الخامس من أنواع الخيار في البيع خيار العيب، وخيار العيب هو أن يكون لأحد المتعاقدين الحق في منع العقد أو إمضائه إذا وجد عيبا في أحد البدلين، يعني يمكن أن يجد عيب في السلعة أو يجد عيب في الثمن، إذا اشترى مثلا سلعة بدولار مثلا
ثم ظهر أن هذا الدولار مزيف، أو اشترى هذه السلعة بذهب ثم ظهر أن هذا الذهب يعني ليس ذهبا خالصا، وهكذا. فقد يكون العيب في الثمن وقد يكون في المثمن. إذا ظهر العيب في أحد البدلين، في الثمن أو المثمن، هنا للمشتري الحق في رد السلعة. والضابط في خيار العيب هو أن يكون هذا العيب مؤثرا في السلعة، يعني ينقص الثمن، ينقص ثمن هذه السلعة أو ينقص قيمتها في السوق. هنا يثبت للمشتري حق خيار العيب، وأيضا الخيار العيب يضبطه التجار الحذاق وليس يعني عوام الناس. يشترط الفقهاء لثبوت خيار العيب شرطان. الشرط الأول أن يثبت أن العيب قديم وليس بحادث، يعني اشترى إنسان سيارة ثم بعد مدة، وإن طالت هذه المدة، ظهر أن في هذه السيارة عيب، فهنا له الحق في رد هذه السيارة، يعني عيب هذا ظهر أن العيب قديم قبل أن يشتري السيارة، بشرط أن يكون العيب قديم يعني ليس بحادث. إذا اشترى إنسان سيارة ثم بعد فترة ظهرت أن في السيارة خلل كبير، مثلا كانت هذه السيارة مثلا كان فيها وقعت في حادث، صلح البائع السيارة وأخفى العيب الذي فيها ولم يذكره للمشتري، ثم بعد مدة ظهر المشتري هذا العيب وهذا النقص الذي يؤثر في ثمن السيارة وفي قيمتها، فهنا له الحق أن يعيد السيارة إلى صاحبها وله الحق في خيار العيب. طيب، الشرط الثاني كما قال أهل العلم أن يكون هذا العيب منقصا لقيمة المبيع في عرف التجار، يعني ليس عيبا بسيطا وإنما عيب ينقص قيمة هذا المبيع، هذه السلعة ينقصها في السوق، وهذا النقص يكون يعني نقصا معتبرا في عرف التجار وليس في عرف عوام الناس كما ذكرنا سابقا. طيب، لو أراد المشتري أن يحتفظ بهذه السلعة ولكنه أراد أن يأخذ الأرش، يعني الفرق بين السلعة صحيحة والسلعة معيبة، تعالوا بنا نذهب إلى اللوحة الثانية لنرى كيف نحسب الأرش وما نتكلم عن الأرش بشيء من التفصيل. الأرش هو النسبة بين قيمة السلعة صحيحة وقيمتها معيبة، فالأرش هو النسبة بين قيمة السلعة صحيحة وقيمتها معيبة، ويؤخذ مقداره من الثمن، يعني من ثمن السلعة. طيب، عندنا مثال هنا. اشترى إنسان سلعة $50 وقيمة هذه السلعة $40. لاحظ أن قيمة السلعة أقل من الثمن الذي اشترى به هذه السلعة، فالقيمة شيء والثمن شيء آخر، وكنا قد تكلمنا عن هذه المسألة في دروس سابقة. فهنا عندنا الثمن $50، أما قيمة هذه السلعة في السوق $40، وقيمة السلعة معيبة، قيمة السلعة معيبة لو قدرناها، قدرها يعني التجار الحذاق قدروا هذه السلعة معيبة، قالوا هذه السلعة بهذا العيب قيمتها $30. الآن عندنا المشتري أراد أن يحتفظ بهذه السلعة، لا يريد ردها ولكن يريد الأرش، يريد الفرق بين قيمة السلعة صحيحة وقيمتها معيبة. كيف نحسب هذا الفرق؟ نقول نأخذ $40 وهي قيمة السلعة في السوق، ننقصها من قيمة السلعة إذا كانت معيبة، يعني هذه السلعة إذا كانت معيبة بهذا العيب كم قيمتها في السوق؟ قلنا $30، فنأخذ $40 قيمة السلعة صحيحة وننقص منها $30 قيمة السلعة معيبة، نخرج $10. الآن هذه $10 هي الفرق بين القيمتين، نأخذ هذا الفرق بين القيمتين ونقسمه على قيمة السلعة صحيحة في السوق، يعني نأخذ $10 نقسمها على 40 تعطينا 0.25. نأخذ هذه النسبة 0.25 ثم نضربها في الثمن، نضرب النسبة في الثمن الذي اشترى به السلعة، لا نضربه في القيمة،
نضربه في الثمن الذي اشترى به السلعة، وهو كم اشترى السلعة؟ اشتراها بخمسين دولار، فصفر فاصل خمسة وعشرين مضروبة في خمسين تعطينا 12.5، إذن نعطي المشتري 12 دولار وخمسين سنت. هذا هو الذي يأخذه المشتري، وهذا النسبة بين قيمة السلعة صحيحة وقيمتها معيبة، لأننا لاحظ النسبة هذه ليس الفرق، لأنه هو اشتراها بخمسين وقيمة السلعة معيبة 30، فلا نعطيه 20 دولار، خطأ هذا، نعطيه النسبة، النسبة بين 50 و30 هي 12.5، هذا ما نعطي المشتري. وبهذا نأتي إلى نهاية هذا الدرس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشكركم على حسن انتباهكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.